Dear students, welcome to our lesson. Electronic theory of valency. ايه هي الاوكتت رول Theory؟ قال لك ان الالكترونيك ثيوري اوف Valency هي هي نفس النظريه بينطبق عليها او بيتقال عليها اوكتت رول Theory مين اللي حط الثيوري دي وبتنص على ايه ده اللي هنعرفه دلوقتي. سنه 1916 كان في عالمين، واحد اسمه لاوس، واحد اسمه كوسر، الاتنين دول حطوا النظريه بتاعه الاوكتت رول theory بتنص على ان ال all atom of element has tendency to reach the octet structure of outer energy level كل ال element اللي موجودة ده حسب كلامهم لحد دلوقتي سنة 1916 قال لك ان كل ال element اللي موجودة في الجدول الدوري بتميل انها تحقق ال octet rule يعني ايه؟ يعني ببساطة تميل انها تكون 8 الكترونز في الاوتر انرجي ليفل يبقى عندها 8 الكترونات كل الاليمنت قال لك ما عدا هيدروجين ليثيوم اند بريليوم هما الثلاث اليمنتس دول بس اللي ما بيحققوش النظريه دي طب فلو بصينا هتلاقي مثلا ان الهيدروجين الاوتر انرجي ليفل بتاعه في 1 الكترون ان البريليوم عنده 2 الكترون فلما بيعملوا بايندينج مع بعض هتلاقي ان البريليوم بقى عنده 4 الكترون الهيدروجين بقى عنده 2 الكترون بس فهو عشان كده قال لك ان الهيدروجين والبريليوم لما يحصلون بايندينج مع بعض مش هيحققوا الاوكتتول مفيش ولا واحد فيهم كون 8 الكترونز طب قبل ما نخش على الاكزامبلز تعالوا نفتكر مع بعض كده البريودك تيبل في البريودك تيبل كان متقسم عندي لجروبز 1a 2a 3a and so on الجروب 1a <melodic> بما اني بتكلم على جروب 1 يبقى انا عندي في الاوتر انرجي ليفل 1 الكترون زي مين زي الهيدروجين او الليثيوم هتلاقي ان الانرجي فيه اتنين لكن الاوتر انرجي ليفل فيه 1 الكترون طب جروب 2A هتلاقي ان الاوتر انرجي ليفل فيه 2 الكترون هاند سون so جروب 3A عنده 3 الكترون 4A اربع الكترونات في المستوى الخارجي 5A الاوتر انرجي ليفل عنده 5 الكترون نفس الكلام جروب 6A وجروب 7A هتلاقي هنا عندي 6 الكترون 1 2 3 4 5 6 جروب 7A 1 2 3 4 5 6 7 طب بعد كده هيظهر عندي بقى ايه الانرت جاز اللي هو بيقول اصلا في النظريه بتاعته ان كل الاليمنت بيتعمل انها توصل للانرت جاز طب الانرت جاز دي بتتميز بايه ان الاوتر انرجي ليفل بتاعها كله فيه في 8 الكترونز لو بصينا على النيون هتلاقي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 عشان كده احنا قلنا عليه ان هو انرت جاز مش هيقدر يعمل كيميكال رياكشن نفس الكلام الهيليوم الاوتر انرجي ليفل بتاعه فيه 2 الكترونز وهو ده المستوى الخارجي ومكتمل برضو ب 2 الكترونز لان ما بوزع الالكترونات بتاعتي اول مستوى بيشيل 2 الكترونز فالهيليوم هنا معاه 2 الكترون بس لما وزعتهم في اول مستوى فبالتالي المستوى برضه ده مكتمل فهو يعتبر انرت جاز ناخد مع بعض الاكزامبلز اللي هتبين اكتر الاوكتيد دي اول مثال عندنا في عمليه الشيرنج اوف الكترون مثلا لو هتكلم على الكربون دايوكسيد بصوا معايا بقى هنا الكربون في كام الكترون لو بصيت للجدول الدوري هتلاقي فيه 6 الكترون فلما توزعهم هيتوزعوا 2 اربعة يبقى الاوتر شيل الخارجي ده فيه أربعة إلكترون، فين هما الأربعة اللي بالأحمر دول؟ أدي واحد اتنين تلاتة أربعة. طب الأكسجين في كام إلكترون؟ الاكسجين فيه 8 فلما يتوزعوا هيبقى 2 6 يبقى الاوتر انرجي ليفل فيه 6 الكترون ادي 1 2 3 4 5 6 اللي هم بالاخضر دول حسب النظريه بتقول لك ان كل اليمنت فيهم هيميل ان هو يحقق الاوكتتول يعني هيحب ان هو يبقى معاه في الانرجي ليفل الخارجي ده 8 الكترونات فايه اللي هيحصل قال لك ان co 2 بيكومبايند مع بعض عشان يكون النظريه دي لو بصيت على الكربون بعد ما عمل كومباينيشن مع الاكسجين من ناحيتين كده بقى معاه كام الكترون ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية يبقى الكربون حقق الاكتدرول طب نبص على الاكسجين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية يبقى الاوكت دول اتحققت هنا في الشيرنج اوف الكترونز كل اليمنت فيهم شارك التاني بالكتروناته بحيث يبقى لما المعادله كلها تكتمل او لما المركب كله يتكون يبقى كل اليمنت فيهم عنده 8 الكترونات في مستوى الطاقه الخارجي مثال تاني الـ NH3 الامونيا الـ NH3 لو بصيت على التوزيع بتاعها هتلاقي النيتروجين معاه كام الكترون في المستوى الخارجي اللي هم بالاحمر دول ادي 1 2 3 4 5 معاه خمس الكترونات بس في مستوى الطاقه الخارجي يبقى عشان يوصل للاوكتادرول محتاج يجين كام الكترون 8 او محتاج بايندينج مع 3 الكترونات عشان يحقق ال8 الكترون في المستوى الخارجي فالهيدروجين 2 3 الهيدروجين فيه الكترون واحد فكل واحد من دول هيشارك الالكترون بتاعه مع الهيدروجين ده ده النيتروجين الالكترون الاخضر ده 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 ده, 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 ده. فحاليا nh 3 النيتروجين بقى معاه كام الكترون 8 فحققت الاوكتودول ومشيت على نفس النظريه ولحد دلوقتي النظريه صح ما فيش فيها اي مشاكل. طيب ده في حاله لما يبقى عندي شيرنج اوف الكترون او في مركبات مكونة من كوفيلنت بوند. طب لو مركبات بقى مكونه من ايونيك بوند هيطبق فيها نفس الكلام؟ تعالوا نجرب نطبق النظريه على ايونيك كومباوند. الترانسفيرنج اوف الكترونز او الايونيك كومباوندز اول مثال واشهر مثال عندنا الايونيك كومباوند هو الملح صوديوم كلورايد ان اي سي ال. لو بسيط ان الصوديوم في عدد الالكترونات 11 فلو وزعناهم هنقول 2 9 يبقى المفروض المستوى ده في كام الكترون 9 عدهم معايا كده 1 2 3 4 5 6 7 8 ايه ده هم ليه 8 بس لان هو بقى بوزيتيف يعني لوس ان الكترون طب ودى الالكترون بتاعه فين دور على الالكترون الاخضر هنا هتلاقيه هنا اهو يبقى الصوديوم فقد الكترون عشان يحقق ايه ما بدل ما يبقى عنده 9 الكترونات في المستوى الخارجي هو كده مور ستيبل بالثمان الكترونات ودى الالكترون بتاعه للسي طب هو ليه السي ال خد الالكترون؟ السي ال لو بصيت على التوزيع الالكتروني بتاعه عد الالكترونات الحمراء دي كده واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه يعني معاه الكترون؟ سبعه بس عشان يوصل للاوكت ويبقى معاه تمن الكترونات في المستوى الخارجي هو محتاج يجين ان الكترون عشان كده قال لك ان السي ال بيبقى ستيبل لما بيبقى في النيجاتيف ايون يعني ايه؟ يعني بيبقى ستيبل لما بيجين ان الكترون اللي هو جاي من مين؟ من الصوديوم فلحد دلوقتي النظرية بتاعة الأكتودول متحققة برضه في الأيونيك بوند. ناخد مثال تاني لأيونيك بوند. كالسيوم أوكسايد سي أي أو. بص هنا على الإلكترونات الخضراء بتاعة الكالسيوم. المفروض لو وزعنا الإلكترونات بتاعته هنلاقي المستوى ده فيه 10 إلكترونات. لكن لما هتعدهم هنا هتلاقيهم 8 بس. يبقى هو هنا بلس 2، ليه هو بلس 2؟ لأن هو لوس 2 إلكترون. بدل ما يبقى 10 فقد إلكترونين عشان يبقى 8. طب ودى الإلكترونين دول لفين؟ وداهم للأكسجين. اللي هو كان معاه ست الكترونات عشان لما ياخد الطوق الكترون دول كمان هيبقى ماينس تو عشان هو جين 2 الكترون يوصل 8 الكترونات في الشل الخارجي ويحقق الاوكتيد دول يبقى نقدر نقول ان الاوكتيد دول بتنص على ان ايا كان المركب بتاعك الكوفيرنت بوند او ايونيك بوند كل الاليمنت اللي موجوده في اي موليكولز هتميل انها تحقق 8 الكترونات في الاوتر شيل عشان توصل لاقرب توزيع لانرت جاز اي مركب هتلاقيه مرسوم عليه نقط كده اور دوتس ده معناه ان هو مرسوم بالشكل بتاع اللوس دوت ستراكشرز طب لويس دوت ستراكشرز ده بيرفلكت ايه بيعرفك كذا حاجه اول حاجه بيعرفك عدد الالكترونز اللي موجوده في كل اليمنت وعدد الالكترونز اللي عامله binding مع كل اليمنت وعدد الالكترونز اللي نون بايندد مع اي element يعني لو بصينا على المثال اللي موجود قدامنا ده كده الاكسجين معاه 2 دوت فوق 2 دوت تحت ايه ال دو 2 دوت دول؟ معناها لون بير اوف الكترون هنعرف يعني ايه بعد شويه. فالشكل بتاع اللوز دوت استراكشر اللي قدامي ده بيقول لي ان الاكسجين في الحاله دي معاه 8 الكترون. فين هم ال 8؟ ادي 1 2 3 4 خلي بالك بقى 5 6 ما هو مكون بوند اي بوند بتتكون بتوين 2 الكترونز الكترون من هنا مع الكترون من هنا. يبقى ده 7 8. يبقى الشكل اللي قدامي بتاع اللوز دوت استراكشر بدلت من خلاله اعرف عندي كام بوندد الكترون عندي كام نون بوندد الكترون يبقى انا هنا عندي أربعة نون بوندد الكترون او اثنين لون بير وعندي هنا تو بوندد الكترون وهنا تو بوندد الكترون واقدر من خلاله كمان اعرف ايه الاليمنت اللي عامله المركب بتاعي ما انا لما شفت الاستراكشر ده عرفت ان انا المكون ده عندي اكسجين عندي هيدروجين يبقى عرفت ان الموليكول بتاعي متكون بتوين اكسجين وهيدروجين وكل واحد مشارك فيهم بكام الكترون لو بصينا على التوزيع بتاع الهيدروجين وبتاع الاكسجين هتلاقي ان الهيدروجين فيه 1 إلكترون بيتوزع 1s1 فهو معاه إلكترون واحد بس وليكن هنا. الأكسجين معاه 8 إلكترونيات هيتوزع 1s2 2s2 2b4 اللي هما بيتوزعوا 2bx2 2by1 1 2 bz أنا ليه بوريك التوزيع عشان أفهمك جت منين اللون بيرز دي؟ اللون بير دي معناها هي بير أوف إلكترون مستحيل تخش تعمل binding بأي حاجة لأن هي already stable. ان الاوربيتال بتاعها بيشيل 2 الكترون هو موجود فيه 2 الكترون خلاص طب هنا بقى 2 لون بريزم الاكسجين دي موجوده ازاي او ليه الاكسجين معاه 2 لون برو الكترون دايما التوزيع بتاع الالكترون بيعبر عن الالكترونات اللي موجوده في الاوتر شيل بس مستوى الطاقه الخارجي فقط ومستوى الطاقه الخارجي عندنا في الاكسجين كام هو مستوى رقم 2 يعني انت عندك 1s2 مالكش دعوه بيه خلاص دخلت في مستوى جديد يبقى ده المستوى الخارجي بتاعك المستوى الثاني في كام الكترون هنا بيقول لك فيه ادي 2 و4 6 طيب الستة دول متوزعين ازاي 2 بي اكس 2 2 بي واي 1 2 بي زد 1 اول مستوى طاقة مكتمل اهو 2 اس 2 في المستوى الخارجي هو ده اللون بير الاولاني 2 بي اكس 2 هو ده اللون بير الثاني يبقى دول كده مستحيل يربطوا باي حاجة طب مين بقى 2 بي واي 1 2 بي زد 1 مين دول هم ده بيقول لك ان انا عندي هنا 1 الكترون وعندي هنا 1 الكترون ال1 الكترون اللي هنا يقدر يرتبط مع ال1 الكترون بتاع الهيدروجين ويكونوا الرابطه دي وال الكترون اللي هنا يقدر يرتبط مع ال1 الكترون بتاع الهيدروجين ويكون الرابطه دي يبقى انا كده قدرت افهم الموليكول بتاع الميه ده بيتكون ازاي يبقى اللويس دوت ستراكشر بيعبر عندي عن كذا حاجه بعرف منه ايه هي البوندنج اتومز الاتومز اللي عامله بوند ايه هي النمبر اوف بوندز ايه هي اللون بيرز اللي موجوده في كل اتوم فيهم في شكل توضيحي اكتر للموليكولز بتاع الميه هتلاقي هنا اهي البوندنج اتومز بتاعتي مين اكسجين وهيدروجين واضحين جدا طيب ايه هي البوندنج الكترونز عندي كام بوندنج الكترونز اهي الكترون من الميه شارك مع الكترون الهيدروجين عمل ده والكترون من الميه من الاكسجين شارك مع الكترون من الهيدروجين عمل ده برضه يبقى بالتالي عندي أربعة بوندنج الكترون عندي بير هنا وبير هنا وعندي تو نون بوندنج بير اوف الكترونز فبيسموهم اللون بير اوف الكترونز اللي هو الاثنين الكترونز دول والاثنين الكترونز دول ايه بقى معنى كلمه لون بير اوف الكترون قلنا مع بعض ان لون بير اوف الكترون هما فري الكترون بير فري من ايه فري ان هما يعملوا بايندنج مع اي حاجه مستحيل يرتبطوا باي حاجه فبيعبر عنهم بتو دوت مرتبطين ببعض كده بيعبروا عن البير اوف الكترون طب هما ليه مستحيل يرتبطوا باي حاجه لان هما اوريدي مكملين الاوربيتالز بتاعهم يا اما 2s2 خلاص مكتمل يا اما 2px2 فهو خلاص مكتمل مستحيل يبايندنج بحاجه طب ليه 2py رابط رابطه وليه 2pz رابط رابطه لان البي واي والبي زد كل واحد فيهم بيكتمل بتو الكترون ده معاه دلوقتي الكترون واحد وده معاه دلوقتي الكترون واحد يبقى ممكن ياخد الكترون من الهيدروجين يرتبط هنا يعمل الرابطه دي وده ياخد الكترون من الهيدروجين يرتبط هنا ويعمل الرابطه دي يبقى ده معنى كلمه اللون بير اوف الكترون طب بقى ايه هي البوند بير؟ هي بقى الالكترونز اللي مكونه البوند يعني لما اقول لك في الشكل اللي قدامي ده كده ده كده اسمه بوند بير ليه هي بوند بير؟ لان انا شاركت بالكترون من هنا والكترون من هنا عشان اكون البوند دي والكترون من هنا ومن هنا عشان اكون البوند دي يبقى دول اقدر اقول عليهم البوند بير او ببساطه الالكترونز اللي مكونه البوند بتاعتي لكن الالكترونز اللي مش عامله اي بوند مع اي حاجه بسميها اللون بير اوف الكترونز قدامنا شكل توضيحي اكتر هيعبر لك عن عدد الالكترونز اللي موجوده في الاكسجين وفي الهيدروجين بالظبط زي ما احنا قلنا عندك هنا تو لون بير اوف الكترون مش مشترك في حاجه عندك دول بوندنج بيرز مشتركين وعاملين رابطه الاخضر ده مثلا بتاع الهيدروجين مرتبط بده بتاع الاكسجين والاخضر ده بتاع الهيدروجين مرتبط بده بتاع الاكسجين يبقى دول اقول عليهم الكوفالنت بوند bond او البوندنج الكترونز دول النون بوندنج الكترونز عشان مش مرتبطين باي حاجه طب انا ازاي بقى بقدر ارسم اللويس استراكشر ده او اللويس دوت استراكشر ارسمه ازاي كم خطوه كده هنمشيهم مع بعض عشان نقدر نرسم اللويس دوت استراكشر اول حاجه بتحددها بتحدد توتال نمبر اوف فيلنس الكترون اللي موجود في الملك كله يعني ايه يعني مثلا انا عايز ارسم اللوز دوت ستراكشر بتاع سي 2 فبحدد انا عندي هنا اتومز ايه عندي كربون عندي اكسجين بشوف الفيلنس الكترون هي الالكترونز اللي موجوده في الاوتر انرجي ليفل بتاع الكربون كام ولا موجوده في الاوتر انرجي ليفل بتاع الاكسجين كام فانت لو وزعت الكربون اللي هو فيه ست الكترونات هيبقى 2 أربعة. يبقى الاوتر انرجي ليفل فيه أربعة الكترونز الاكسجين اللي هو 8 هوزعه 2 ستة. يبقى الاوتر انرجي ليفل فيه ستة الكترونز بعمل ايه بقى؟ قال اجمع كل الفيلانس الكترونز دول مع بعض. انت هنا عندك كام اكسجين؟ اثنين وضربت اثنين في سته. عندك كام كربون؟ واحده بس فنزلت الاربعه <سلام> زي <الـ> ما هي هتجمع ده كله يبقى كانه بيقول لك ان الموليكولز بتاعك ده في 16 فيلانس الكترون لازم يبقوا واضحين في الدوت استراكشر لما تيجي ترسمه. طيب بعدين قال لك لو المركب بتاعك انيون يعني ايه انيون يعني معاه اشاره سالبه معناها ايه دي؟ معناها ان انا بيبقى عندي اكسترا الكترونز <الـ> <يصحيح> <سلام الـ> عدد الالكترونات او عدد الشحنات السالبه اللي موجوده عندي دي بضيفها على مجموع الالكترونات لان معناها ان هو بيجين الكترونز زياده يعني مثلا لما اقول لك انا عندي سي 3 ماينس 2 ال سي 3 هقدر احسب طبعا ان انا عندي كام اكسجين 3 ضربتها في الفيلنس الكترون بتاعتها عندي كام كربون واحده فنزلت الاربعه فيلنس ال الكترون بتوع الكربون بلس 2 لان معنى كلمه ماينس 2 ان المركب ده مكتسب الكترونين زياده فبزودهم معايا في المجموع بتاع الفيلنس الكترونز العكس بقى لو المركب بتاعي اصلا كان كاتيونيك مش انيونيك احنا قلنا لو انيونيك مع نيجاتيف تشارج فبزودهم على المجموع بتاعي طب لو هو بقى كاتيونيك مع بوزيتيف تشارج فساعتها انا بجمع المجموع بتاعي عادي وبطرح منه عدد البوزيتيف تشارج يعني لو بوزيتيف 2 هيبقى بحط ماينس 2 في الاخر بوزيتيف 3 حط ماينس 3 في الاخر لان معنى كلمه بوزيتيف هو بيلوس عدد الالكترونات ايه هو العدد ده بقى هو العدد اللي مكتوب جنب كلمه بوزيتيف لو بوزيتيف 2 يبقى هو بيلوص 2 الكترون هجمع مجموعي عادي خالص واطرح طول الكترون في الاخر. يبقى انا كده دي اول رول لازم امشي عليها، حددت الفيلنس الكترونز، جمعتها كلها، خدت بالي مركب أمين ولا كاتاين وخدت في الاعتبار هجمع ولا هطرح الالكترونز دي. تاني حاجة عندي بحط الليست الكترونيجاتيف اتوم في النص. انا بتكلم هنا على الكربون دايكسايد، الاكسجين عندي عنده الكترونيجاتيفتي اعلى من الكربون فحطيتها على الاطراف. اقل الكترونيجاتيفتي عندي هي الكربون فحطيتها في النص. طيب انا كده مشيت على تاني خطوة. بعدين قال لك هبتدي اعمل بايندنج للاتوم اللي انا رسمتها دي بقى كده بسنجل بوند بس يعني انت عندك الكربون هيرتبط باكسجين دي والاكسجين دي يبقى اعمل رابطه دي واعمل رابطه دي لحد كده واقف عند لحد كده دلوقتي بعد كده قال لك هتبتدي تحط اللون بير بتاع كل واحد بناء على ايه بقى اللون بير بتاع كل واحد هو مش انا عارف ان الاكسجين بتاعي فيه ستة الكترون طيب هو دلوقتي معاه كام الكترون هو كان عنده الكترون واحد بس رابط بيه مع الالكترون من هنا يبقى هو استخدم الكترون من بتوعه يبقى باقي كام؟ خمسه هوزع الخمسه كده واحد اثنين تلاتة اربعه خمسه نفس الكلام الخمسه دول واحد اثنين تلاتة اربعه خمسه طيب الكربون كان عنده كام فيلنس الكترون؟ اربعه هو هنا شارك مع الاكسجين دي بالكترون وشارك مع الاكسجين دي بالكترون هيبقى له تو الكترون ادي واحد ادي اثنين انا كده وزعت اللون بيرز بتاعتي وزعت الالكترونز بتاعتي بعدين بقى قال لك اخر حاجه هتعملها وزعت الايكونز بتاعتك كلها طبق بقى الاوكتيترول الاوكتيترول كان بتقول لي ايه ان المركب بتاعي عشان يبقى ستيبل محتاج يوصل لعدد الكترونات بتساوي 8 في الاوتر شيل فبص هنا كده عد الالكترونات اللي موجوده مع الاكسجين 1 2 3 4 5 6 7 لان هو عمل الرابطه دي فالكربون ده مشارك معاها بالكترونز يبقى معاه 7 الكترونات طب الكربون هنا معاه كام الكترون 1 2 بتاع الرابطه دي تلاتة أربعة بتوع الرابطة التانية أدي خمسة ستة يبقى الكربون عشان يوصل للأوكتيد محتاج تو إلكترون على ستة دول عشان يبقى تمنية والأكسجين عشان يوصل للأوكتيد محتاج وان إلكترون على السبعة اللي معايا عشان يبقى تمنية فقال لك اللي هيحصل؟ يحصل شيرينج للإلكترون ده مع ده هيكونوا بوند جديدة وشيرنج الإلكترون ده مع ده هيكونوا بوند جديدة بص بقى المركب دلوقتي كربون مع واحد 2 تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة حقق طب الاكسجين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية هو كمان حقق الأوكتيد فاحنا كده وضحنا ايه هي الأوكتيد رول ثيوري وازاي نرسم اللوز دوت ستراكشرز طب هل بقى الأوكتيد ثيوري دي تتطبق على كل الاليمنتس سواء لا؟ هنكتشف ان هو لا حصل ديفكت في الالكترونيك ثيوري اوف أو اور ثيوري ايه هو الديفكت ده؟ قال لك لاحظنا ان بعض الموليكولز اللي موجوده مش كلها بيتكون من 8 الكترونز في الاوتر انرجي ليفل زي ايه؟ قال لك مثلا البي سي ال 5 لو بصيت على الفوسفورس هتلاقي معايا في المستوى بتاعه الخارجي 10 الكترونز بص هنا كده معايا على البي ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 موضحين عندك هنا اهو برده 2 4 6 8 10 يبقى انا عندي هنا الفوسفورس عمل بايندنج مع خمسة كلور ومش مكون تمانية الكترونات بس في الاوتر شيل زي ما النظرية قالت يبقى ده اول ديفكت البي سي ال 5 في حاجة تاني قال لك اه ايه هو البي اف 3 البورون تراي فلورايد قال لك ايه ان البورون لو بصيت على عدد الالكترونات اللي موجودة فيه هنلاقي ان عدد الالكترونات بتاعتي برضو ما بتسويش تمانية ادي عندك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهنا برضو لو بصيت عليهم 2 4 6 ده كده كان أول ديفكت للأوكتاد رول ثيوري تاني ديفكت عندنا إن هي ما قدرتش تإكسبلين البروبرتيز وإيه كمان بقى الستيريو ستراكشر بتاع المركب الستيريو ستراكشر بتاع المركب مهم جدًا إن أنا أعرف كل المركبز عندي شكله إيه في الفراغ فالنظرية دي ما قدرتش تقول لي بكل وضوح المركب ده شكله إيه في الستيريو بتاعه وكمان معرفتنيش عرفتنيش الأنجلز بتوين البوند ما اقدرش من خلال الاوكتد رول ثيوري اعرف الانجل بتوين اي بوند موجوده في المولكولز بتاعي ايه هي, هي الفيسبر ثيوري كلمه فيسبر دي ابريفيشن لكلمه او لجمله فيلنس شيل الكترون بير ريبالشن فاختصارا بنقول عليها الفيزبر ثيوري بتنص على ايه بقى الفيسبر ثيوري لو نفتكر مع بعض واحنا بنتكلم على الديفكتس اللي عملتها الاوكتيدرول قلنا انها ما قدرتش تقول لي الشكل بتاع كل موليكولز في الفراغ عامل ازاي وكمان ما قدرتش تحدد الانجلز بتوين تو بوندز اللي موجودين في الموليكولز الانجلز بتوين البوندز كلها ما قدرتش تحددها بالتالي ما قدرتش اعرف الاستيريو ستراكشر بتاع المركب بتاعي ده بقى اللي جه حققه الفيسبر ثيوري قال لك ايه؟ قال لك ان الشيب of molecules differ according تو فري اند بوندد الكترونز بير مع مين بقى وتش ار فاوند ان ذا اوربيتالز اوف ذا سنترال اتومز الموضوع كله مرتبط بالسنترال اتوم ما ليش دعوه باتوم على الاطراف خالص وهنعرف ليه بعد شويه الكلام ده اللي موجود فين في كوفالنت موليكولز طبعا لان احنا قلنا كوفالنت موليكولز هي اللي هيبقى ليها شكل في الفراغ لان الايونيك موليكولز اللي هي كريستالاين لاتس ما شكل في الفراغ طيب قال لك ان اللون بيرز اللي موجودين او البيرز اوف الكترونز اللي موجودين مع سنترال اتوم بيحصل لهم ديستريبيوشن في السبيس according to all bond angles اللي مختلفة في كل molecules فبتأدي إن شكل المركب بيختلف من مركب للتاني. طيب ليه أنا معتمد على الإلكترونز اللي موجودة في السنترال أتوم بس؟ قال لك إن بيحصل repulsion بتوين الإلكترونز دي عشان توصل المركب للمينيمم ريبالشن يعني المركب بيهيئ نفسه عشان يوصل للستيت اللي فيها الالكترونز دي بعيد عن بعض قدر المستطاع عشان ما يحصلش ما بينهم ريبولشن لما بيوصل للشكل ده ده الشكل اللي بيثبته للمركب ومن خلاله بقدر اعرف الاستراكشر بتاع المركب طب ايه العامل الاساسي والرئيسي المتحكم في الاستراكشر بتاع المركب هو اللون بير اللون بير اوف الكترونز اللي موجودين في السنترال اتوم هم العامل الاساسي طيب ليه لو نفتكر مع بعض ان اللون بير لما كنت مثلا على الاكسجين عنده طول امبير بيبقى فيه الكترون ماسك في الاكسجين والكترون في الفراغ الالكترون اللي في السبيس دول بقى هم اللي بيحصل ما بينهم ريبالشن لان ده عنده نيجاتيف تشارج وده عنده نيجاتيف تشارج الريبالشن اللي بيحصل ما بينهم ده ده اللي بيغير في الشكل بتاع مين بتاع المركب بتاعي مركب بيقعد يلف ويشكل نفسه عشان يوصل للاستيت اللي فيها اقل ريبالشن اقدر اعبر عن شيب اوف اني مولكيولز بابريفيجن معين وهو بيقول لك ان الابريفيشن ده ممكن أقول ان الاي اكس ان ان ده عدد اي ام الام ده عدد برضو طب مين الاي مين الاكس مين الاي e؟ الاي ده السنترال اتوم الاساسيه اللي انا بركز عليها الاكس هي الاتوم اللي بوندد تو سنترال اتوم الاي هي الفري الكترونز اللي احنا قلنا هي العامل الاساسي اللي هي لون بير اوف الكترونز اور فري الكترونز اللي موجوده مع الاتوم السنترال هي دي اللي بتحدد بشكل كبير جدا الاستراكشر بتاعي عشان نفهم أكتر تعالوا ناخد بعض الإكزامبلز. أول أبريفيشن عندنا لو هتكلم على الاي AX2 فور إكزامبل المثال ده بريليوم فلورايد BEF2. ال BEF2 ليه أنا رسمته كده أو ليه أنا قلت عليه AX2؟ لو بصيت على الشكل بتاعه بتاع الـ Lewis Dot Structure البي الـ BE مرتبط من هنا مع فلور ومن هنا مع فلور. حلو كده؟ أهم حاجة بركز عليها مين؟ السنترال أتوم. عندي منها واحدة بس بكتبت A. طب عندي كام سايد اتوم مرتبطه بسنتر اتوم؟ 2 يبقى اكس 2 طب هل انا عندي اي e اللي هي بتعبر عن لون بير اوف الكترون؟ يعني هل البريليوم ده عليه 2 دوت من فوق او 2 دوت من تحت؟ ما فيش يبقى انا ما عنديش هنا حاجه ثاني يبقى هو اي اكس 2 يبقى المركب لما ياخد الشكل الاي اكس 2 يبقى شكله ايه؟ اول حاجه بيبقى لينير شكله في الفراغ لينير والبوند انجل بتوين التو بوندز 180 درجه يبقى اقدر اقول عليه ان هو لينير بوند انجل بتاعتي 180 درجه طب هل هو في فري الكترون لا لان الفري الكترون دي عايده على السنترال اتوم هل معاها لون بير في الكترون مع تو دوت فوق او تو دوت تحت او في اي اتجاه مفيش يبقى الفري الكترون عندي هنا بتساوي زيرو طب معاها كام بوندد الكترون بقى اتنين لان برده بتكلم على السنترال اتوم معاها الكترون من هنا عمل بوند والكترون من هنا عمل بوند يبقى اقدر اقول عليها ان هي في تو بوندد الكترون وزيرو فري الكترون طب تاني ابريفيشن ال AX3 زي الـ BF3 برضه لو بصيت انا ليه كتبت AX3 عندي كام سنترال اتوم واحدة بس فهي الـ A عندي تلاتة بوندد مع سنترال اتوم تلاتة element فلور فكتبت الـ X بتعبر عن الفلور وعددهم كام تلاتة 3 مفيش أي لون بيرف في فما حطيتش أي حاجة تانية فبيقول لك ان جنرال بقى يعني الابريفيشن ده بيطبق على اي موليكولز واخد نفس الابريفيشن يعني اي موليكولز ليه اي 2 زي اللي فات هيبقى انجل 180 درجه وهيبقى لينير اي واحد تاني اي مركب ايا كان ايه هو ليه الابريفيشن اي اكس 3 هيبقى الشيب بتاعه انجل 120 درجه يبقى بلانر تريانجل طيب عدد الفري الكترونز عندي ايه هل انا عندي لون بير اوف الكترونز مفيش يبقى الفري الكترون عندي هنا ايكوال زيرو طب البوندد الكترون عدد الالكترونات اللي عامله بوند عندي ثلاثة وهو عندي الكترون من هنا عامل بوند والكترون من هنا عامل بوند والكترون من هنا عامل بوند اقدر ببساطه اقول لك ان انت ممكن تعد البوندز اللي موجوده في سنترال اتوم وتقول عليها هو ده عدد البوندد الكترون انت عندك هنا بوند 2 3 يبقى انا عندي 3 بوندد الكترونز ثالث واحد معانا اي اكس 2 اي ظهر الاي هنا يبقى انا هتكلم عندي على لون بير اوف الكترون لو بصيت على SO2 هلاقي ان انا عندي so 2 ده فيه لون بير في اوف الكترون اهو فالسنترال اتوم واحده وهي الاس كتبتها بوندد 2 اتومز 2 اكسجين ادي اكس 2 عشان 2 اكسجين عندي لون بيرف الكترون عندي عدده كام هو واحد بس فكتبت ايه الواحد مع ما عموما ما بيتكتبش زي ما انا ما كتبتش هنا اي 1 مش هكتب هنا اي 1 فهيبقى ايه بس يعني هنا انا عندي واحد بس ايه طيب الشيب في الحاله دي بيبقى ايه الانجلر اولا عندنا بيبقى 119 والشيب عندي بيبقى بلانر تريانجل طب عندي هنا فري الكترون اه بقى هنا عندي فري الكترونز ليه لان انا عندي لون بيرف الكترونز عددها كام هي واحد بس هنا اللي هم دول اهو لون بيرف الكترون يبقى يعني انا عندي واحد 3 الكترونز دي ما قلتش 2 لان هم انا بعبرهم ان هم لون بير اوف الكترونز ما معنى كلمه فري الكترونز هو بير مع بعض هو بير اوف الكترونز معناها هنا انا بقول لك ان عندي واحد بير اوف الكترونز فمش هنعد ده الكترون لوحده مش هنعد ده الكترون لوحده عندي كام بوندد الكترون مرتبط بحاجتين يبقى انا عندي 2 بوندد الكترون بعد كده الابريفيشن اللي بعده الاي اكس 4 الاي اكس 4 زي مثلا ابسط مثال عندنا الميثان سي اتش 4 لو بصيت معانا على المثال هتلاقي ان الشيب بتاعه تترا هيدرون والانجل 109.5 ونص يبقى تترا هيدرون او تترا ممكن نقولها تترا هيدرون ممكن نقول عليها في نفس الوقت تترا هيدرا الاثنين نفس المعنى بالظبط طب في فري الكترون زيرو طب انا عندي كام بوندد الكترون دلوقتي اربعة فور بوندد الكترونز لان هو مرتبط باربع روابط بعد كده اي اكس 3 اي طالما ظهر اي يبقى هتكلم عندي على لون بير اوف الكترونز عندي الاي طبعا زي ما اتفقنا مع بعض بتعبر عن الان سنترال اتوم اكس 3 عشان عندي 3 هيدروجين رابطين في سنترال اتوم الاي عشان عندي واحد بس لون بير اوف الكترون طيب الشيب 3 بيز بيراميد الانجل 107 الشكل بتاعه تترا عندي كام فري الكترون واحد بس فري الكترون في الحاله دي لان عندي لون بير واحد كام بوندد الكترون عامل 3 روابط يبقى انا عندي 3 بوندد الكترون اخر ابريفيشن معانا هو الاي اكس 2 اي 2 اللي هو ابسط مثال ليه للميه هنا بقى الاي e بقى معاها 2 يعني معنى الكلام ان انا عندي 2 لون بير اوف الكترون مش واحد بس فلو بسيط هلاقي المثال عندي الميه الاي اهي سنترال اتوم اكس 2 اهي هيدروجين وهيدروجين اي 2 اللي هي اللون بير ده واللون بير ده عندي 2 لون بير اوف الكترونز الشيب بتاعي عندي هنا بيبقى انجلر زاوية عندي مية واربعة برضو شكله تترا عندي هنا كام فري الكترون عندي فري الكترون هنا اهو وفري الكترون هنا اهو يبقى انا عندي تو فري الكترون كام بوندد الكترون عندي, بوند عندي تو بوندد الكترون ادي واحد هنا اهو وادي واحد هنا اهو يبقى انا عندي تو بوندد الكترون عندنا بقى هنا ملحوظة مهمة لازم نبقى عارفينها بتقول لك ايه increasing the number of lone pair of electrons ان سنترال اتوم لو انا عمال ازود عدد اللون بير في الالكترون اللي موجود في السنترال اتوم اللي هي الحاجه الاساسيه اللي بتبين لي الاستراكشر بتاعي ايه اللي هيحصل قال لك هيحصل ريبالشن فورس بتوين اللون بير في الالكترون دول طيب بعدين هيؤدي الى decrease the value of angles بتوين the covalent بوند يبقى هنا الملحوظه بتقول لك كل ما انا زودت عدد اللون بير اللي موجود في السنترال اتوم repulsion ما بينهم هيزيد يبقى بالتالي البوند انجل هيقل طيب ليه خد ملحوظه دي كمان معاك قبل ما نتكلم ليه قال لك عموما عندي ريبالشن فورس بتوين اي الكترونز بس الريبالشن فورس اللي موجود بتوين تو لون بيرز اقوى بكتير بتوين لون بير وبوند بير اقوى بكتير بتوين بوند بير اند بوند بير تعال ناخد مثال عشان نفهم قال لك ان الفاليو بتاعه الكوفالنت بوند انجل بتقل في الميه على الامونيا على الميثان طيب ليه تعالى نبص على الاستراكشر بتاعهم كده بتاع كل واحد فيهم. أول واحد فيهم الميثان. هل أنت عندك لون بير أوف إلكترون؟ مفيش. كلها عبارة عن بوندز بس. يبقى ده أقدر أقول عليه إن هو بوند بير مع بوند بير. احنا اتفقنا إن الريبشن مع بوند بير والبوند بير بيبقى كبير ولا قليل؟ بيبقى قليل. بما إن الربالشن معاهم قليل يبقى بالتالي الأنجل بتاعتي هتبقى كبيرة. تعالى بقى بص هنا، أنت عندك لون بير أوف إلكترون. فالربالشن هنا بتوين مين ومين؟ لون بير أوف إلكترون وبوند بير. فبيحصل ريبالشن بتوين ده وده يعني ده وده بالبلدي كده بيزقوا بعض فلما ده وده يزقوا بعض ده هيتزق تحت شويه فالبوند انجل بتاعتي هتقل شويه فبدل ما هي 109 قلت لكام؟ 107 تعالى بقى بص هنا في الميه عندك تو بير اتفقنا مع بعض من شويه ان الريبالشن بتوين اللون بير بير هو اقوى ريبالشن موجود فده وده بيزقوا بعض هنا بيحصل بينهم ريبالشن فبالتالي ده هيضغط على البوند دي هتقل شويه وده هيضغط على البوند دي هتقل شويه فيخلي ان البوند انجل بتوين التو او اتش دول بتقل اكتر من هنا واكتر من هنا هتساوي 104.5 ونص يبقى نقول الملحوظه هنا تاني عشان مهمه انت الحاجه اللي بتحدد الاستراكشر بتاع المركب بتاعك هي السنترال بتاع اتومز واللون بيرز اللي موجودين فيها كل ما زاد عدد اللون بير كل ما زاد الربالشن ما بينهم زاد. الشكل اللي دايما يفتكره كل ما زاد الربالشن ما بينهم كل ما ضغط على البوندز دي كل ما قلل البوند انجل شلت واحده يبقى قللت الربالشن زودت البوند انجل شلت الاثنين يبقى ليلت اكتر اكتر زودت البوند انجل اكتر واكتر يبقى نقدر نقول ان السبب هنا بيكوز ان الووتر موليكولز هاز تو لون بير عنده زوج من الالكترونات لون بير فري اثنين لكن ان الامونيا عندها واحده بس لون بير لكن الميثان ما عندوش اكتر لون بير فبالتالي كل ما زاد عدد اللون بير زاد الريبولشن اقل من البوند انجل اوكي دي ستودنتس ات ذس بوينت وي فينيشد اور ليسن Thank you for your attention and see you soon in the next lesson. فهمت الدرس؟ ده وقت التطبيق مع تدريبات واختبارات نافس. حمل الان.